طيب طيب هنكمل موضوعنا، بس في موضوع بس مهم جدا. جابولي النهارده صور غريبه جدا وقالوا لي نغطيها، قلت لهم لا، انا عايزه اوريكم بشاعه اللي حصل. يعني احنا مصر بتعاني من قله الحضانات، احنا ما عندناش حضانات في مصر، وياما بيبيهات بتموت ياما عشان ما عندناش حضانه. وبستغرب قوي قوي، لا لسه، هو انا قلت ده ايه خالص؟ وبستغرب قوي 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 لكمية المشاريع اللي بتتعمل وناسين موضوع الحضانات ده. يعني ده بفلوس قليلة جدا 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 ممكن نعمل حضانات كتير جدا جدا جدا، عشان عندنا حضانات قليلة، وما بينفعش لما الحضانة دي تبوظ نلغيها او نشيل الفيشة او نعمل لها صيانة لان ما بنعرفش، او نرميها ونجيب غيرها لان معناش فلوس ومفيش امكانيات فنخليها وهي بايظه. يعني بدل ما نقول للعيان لا ما عندناش حضانه، لا يبقى عندنا حضانه بس بايظه، فيبقى النتيجه اللي هم نزلوه ده. ورينا بقى الصوره، ان يعني يدخل بيبي الحضانه يتحرق بالشكل ده. عارفه ان الصوره صعبه وكل حاجه، بس انا بعرض الصوره دي عشان نتصرف. لو ترضى ان ابنك او بنتك تولدهم ناقصين وزن، اي دكتور في مصر، اي دلوقتي وزير صحة بيشوفني، اي حد مسؤول في الصحة، يا جماعة بنتك في يوم من الايام هتتجوز وتخلف، ابنك هيتجوز ويخلف، انت هتخلف، لو ترضى ان ضناك يبقى موجود في حضانة طلع ناقص وزن، ولا عنده صفرة، ولا اي حاجه، ولا عنده ثقب في القلب فمحتاج تنفس فيتحط في حضانه فيطلع محروق كده، ده يرضي مين؟ ده انت بتاع ايه؟ يعني انا سمعت ان ده حصل في مستشفى الوراء المركزي، اعلم ان هناك نقص امكانيات، اعلم ان هناك عدم وجود اي يعني صيانة للحضانات، عارفة ان في ضغط على الحضانات كبير قوي، بس نسيب حضانات بايظة؟ احنا معانا مدير مستشفى الوراق الدكتور عمرو جمال. ازي حضرتك يا دكتور؟ حضرتك يا فندم، حضرتك عامله ايه؟ افندم الله يخلي حضرتك، مع حضرتك يا استاذ ريهام، اتفضلي حضرتك. حياتك مدير المستشفى، مدير مستشفى الوراق المركزي، وحصل فيها الحادثة دي، الولد فعلا اتحرق في الحضانة؟ هو بس مبدئيا هو مش حضانة، هو جهاز اسمه البيلتسبير او الكبسولة الضوئية، وهو جهاز ضوئي يعني ده بتاع بيستخدم، الصفرة؟ ده اللي بيستخدم لعلاج حالات الصفرة المرتفعة. ايوه، تمام، يعني الولد كمان ما كانش عنده حاجة غير صفرة؟ كانت عنده نسبة الصفرة 18 و أسف. وكان في سابقة ليه أخ أو أخت كان قبله، كان برضو بيعاني من ارتفاع شديد في الصفرة، وكان ما كلنا بنولد ست ولادنا أخت عندهم صفرة يا دكتور، بس. بيبقى لازم الصفرة بيبقى نوعين، في صفرة فسيولوجية، على خامس يوم بتوصل 18 وبتبتدي تنزل تاني. صفرة فسيولوجية وصفرة مرضية. صفرة مرضية بيبقى أحيانا نتيجة لتكسير الدم أو بيسموها ايوه، لكن بدل حضرتك حطيتها في علاج ضوئي يبقى دي فسيولوجية، وكانت هتنزل لوحدها مع مرور اليوم هو الايام. للأسف هي حالة أبانوب، للأسف ما كانتش حالة فيسيولوجية، كان حالة من الحالات المرضية بيسموها ABO أو حالات تكسير ايوه، الدم نتيجة اتحرق يا دكتور جوه الجهاز. نعم. هو طبعا الحالة بدأت، دخلت المستشفى على الساعة 9 مساء، وتم وضعها في الحضانة، وتم الحادثة حصلت على الساعة 1:30 أو من 1:30 ل 2، وطبعا احنا بلغنا بالامر واتنقلنا فورا، يعني وحصل حصل له ايه يا فندم؟ يعني له المنظر حروق، اللي انا شايفاه ده، الحروق دي في من ايه؟ حروق متفرقه في جسمه من ايه بقى؟ كانت موجوده من الكبسوله، من جهاز الصفر اللي احنا ايه بنستخدمه لعلاج الخطأ اللي الصفر. حصل يعني يا فندم؟ الخطا اللي حصل حضرتك ان الجهاز حرارته ارتفعت بدون ما يحس السنسور، يعني احنا المفروض ان يبقى في يعني سنسور. يعني بايظ زي ما بقول. هو الجهاز كان فيه مشكله، الجهاز على فكره في الضمان، في ضمان الشركه بتاعته
والشركة خدته عندها في مقر الشركة وتم إصلاحه وتم رجعه المستشفى يوم 20/11 أو يا حضر يا حضرتك رجعت الجهاز ده تاني نفسه هو هو أصلا رجع لا يعني هو المستشفى لما هو في الضمان ما رجعتهوش ليه وجبت واحد جديد؟ ما احنا ما رجعناهوش علشان ده عطل بيصلح طبيعي بيصلح لما بيبقى في جهاز في لا عطل يعني انا جبت حاجة وحرقت طفل روح راحت اصلحها وارجعها ولا اجيب حاجة جديدة خالص؟ ده انت حضرتك بتتكلمي ما قبل الحادثة ولا ما بعد الحادثة؟ لا ما بعد هو حضرتك بتقول ان هو اتصلح ما قبل الحادثة؟ ما قبل الحادثة كان فيه عطل واحنا وديناه الشركة بتاعته بما انه في الضمان والشركة صلحته ورجعته قبلها بأسبوع. وطبعا لما بترجعوا الشركة بتجربه قدام المختصين الأجهزة الطبية في المستشفى وبيبقى بضمان إن هو شغال بجودة 100%. وللأسف ده كان أول بيبي بيتحط على بس يا الجهاز فندم بتاع الأجهزة دي احنا بنستوردها صح؟ الأجهزة دي المفروض إن احنا بنستوردها، لكن مين اللي يفهم هنا فيها يا فندم عشان يصلحها؟ الشركات بتاعتها الشركة الموردة الشركة دي المصنعة. بتستورد مش بتصنع عشان لا تصلح. هي مصنعة، هو هي شركة بتجمع الجهاز في مصر، بيجمع الجهاز في مصر مش مستورد ولا حاجة. وطبعا هذه الأجهزة بتورد لينا دي تبقى خيبة الست أكبر بتاعت لما كان من الوزارة. يجمعوه هو مجمعينه غلط ولا بايظ ما هي ولا دي مرجع. المشكلة يا فندم، هو طبعا الموضوع ما تم أنا بقول عرضه على لحضرتك يا فندم، الناس. حضرتك مش شايف إن من الحكمة لما كان جهاز بيختص نعم ببيبيهات صغيرة زي دي نكتشف إنه بايظ مش كنا رجعناه لو هو لسه في الضمان وجبنا واحد جديد خالص؟ لأن الشركة مسؤولة إنها تجيب لنا حاجة جديدة. ده إحنا لما بنجيب عربية ونلاقي فيها عيب بنروح نرجعها الشركة ونجيب عربية جديدة، هو ما للأسف بنقبلش إن العربية تتصلح. القوانين اللي بتحكم توريد الأجهزة دي ما فيش حاجة كده. يعني هو الشركة بتقول لنا هل العطل بيمكن إصلاحه أو لا. في حالة إن هو لا يمكن إصلاحه الشركة بتورد لنا أجهزة بس يا جديدة. فندم ده عطل لما يبقى ليه علاقة زي ما بقول بعربية بموتوسيكل، مش حاجة ليها دعوة بالأرواح. حضرتك قصدك إن دي لائحة يعني هي ده دي عقد طبعا دي يعني قوانين طبعا ده عقد قوانين عند صيانه مين؟ عند الشركة؟ دي وزاره طبعا الشركه المورده الشركة بيبقى فيها الموردة لو في جهاز زي فنتليتر أو حاجة خاصة تمام بصحة الإنسان لو فيها عطل ينفع يتصلح يصلحوه طبعا ويرجعوه ما يجيبوش واحد جديد؟ بيصلحوا. لا بيصلحوها طب ما هو وارد انه بيصلحوا يعطل العطل تاني وتالت ورابع. بنبعت لهم حضرتك بنبعت حضرتك بنبعت لهم تاني وبييجوا تاني يا وبيصلحوه تاني. فندم ما هو لو عطل وانا مثلا على الجهاز ما انا هموت. لا يعني هي الفكره يا فندم، هو الجهاز فيه عطل هم بياخدوه يصلحوه بيضمنوا لي بعد ما بيرجعوه بيضمنوا لي بنسبه 100% ان الجهاز طب ما شغال هم ضمنوا بكفاءه. لك حضرتك وفي بيبي راح اهو. طب ما هو دي مشكله، ما هو ده انا اللي بقول حضرتك عليه ان هو النيابه شكلت لجنه من استاذ جامعه اجهزه يعني مختص في الاجهزه الطبيه وتم فحص الجهاز وهو التقرير لسه طبعا لغايه دلوقتي ما طلعش، لكن الاستاذ اقر ان في مشكله في الجهاز، مشكله تقنيه موجوده في الاجهزه مثل هذه الاجهزه، وان ده طبعا هيتكتب في تقرير وهيعرض على السيد النائب العام، لان الموضوع طبعا ممكن يتكرر من نفس الجهاز في اماكن تانيه. أنا بشكر حضرتك جدا. هي المنظومة كلها غلط، بنهتم جدا بالقانون وباللائحة وبننسى احنا البني ادمين. يعني شوف قال لي ايه، قال لي ما لو عطل يتصلح تاني. عطل يتصلح تاني؟ طب ما هو هيعطل وانا ابني لا قدر الله جواه او هيرتفع حرارته فالبيبي هيتحرق. مش قادره اصدق. يعني انا عايز اقول لكم ان انا وانا صغيره كان عندي اخ من بابايا مات في حضانه برضو بتاعت الصفرة دي، اتخنق من كتر الحراره ما كانش فيه اي حاجه. تلات ارباع الاولاد اللي بتتولد عشان الاكل اللي احنا بناكله هو بيبقى عندها نسبه صفرة. وحتى لو يعني معلش انا مش حاسه يعني ان هو ده الكلام الحقيقي، لكن لو ده الكلام الحقيقي برضو غلط، برضو غلط.
ان انا جهاز باظ مني فرجعه اصلحه وارجعه تاني احط فيه بيبي ويبقى ده اول بيبي، يعني انا ما جربتش فيه حاجه، ما حطيتش فيه مثلا قماشه، ما حطيتش فيه اي حاجه، جرب الجهاز وحطيت فيه بيبي لاول مره. يعني ربنا بجد يكون في عون اهله بجد بجد بجد. انا مع يعني حاجات بتحصل، ربنا يكون في عون الناس. مين بابا معانا؟ استاذ جرجس ابو ابانوف، بقاء لله. وانا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. أستاذة ريهام حياتك الباقية، وأنا عايز أضيف معلومة إن الدكتور الأستاذ عمرو جمال لما اتكلم وقال إن الحضانة كانت بايظة والعيب من الحضانة، الحضانة دي محروق فيها طفل قبل كده، والحضانة باظت أكتر من 4 5 مرات قبل كده، ودي حاجات موجودة في محضر النيابة، وان الحضانه الكبسوله اللي بيقول عليها ديت اللي هي لسه في الضمان اللي حرق الطفل قبل كده، وان دكتور المستشفى الدكتور المعالج للحاله هو ما فين يكونش دكتور؟ موجود في وقت ما كانش موجود في الوقت اللي اتحرق فيه الطفل في الحضانه. ده انا عايز افهم، انا اتهم مين دلوقتي؟ انا مين دلوقتي يجيب لي حق ابني؟ ابني عاش 6 ايام الاقرار طالع من عندهم كل من الناس لازم المستشفى تتحاسب، كل يا الناس. فندم. الولد ما كانش عنده اي حاجه، تقارير المستشفى كلها ان لا، ما الولد هو ما بدل كانش اتحط في حاجه محتاج. ضوئيه يبقى ما كانش عنده غير صفرة يا فسيولوجية. فندم هي نسبه صفره، وحتى الدكتور قال نسبه الصفره بسيطه، هيتعالج يومين وهيطلع ما عندوش اي مشاكل. ارجع بعد كده يقول لي حضانه انا بس وتصنيع. لازم اتحقق من فكره ان فعلا في ولد اتحرق قبل كده في نفس الحضانه، عشان بس ما نبقاش موجوده في بنقول المحضر بتاع كلام. النيابه يا فندم اعتراف منهم ان في طب ولد اساله اتحرق دكتور قبل عمرو، كده فعلا في ولد اتحرق قبل كده؟ في ولد اتحرق قبل كده في الحضانه يا دكتور؟ في نفس الكبسوله يا فندم. في نفس الكبسوله؟ في دكتور عمرو فين؟ هو ما كانش محتاج كبسوله، هو موجود. كان محتاج حضانه. الو دكتور عمرو، هو اتحرق في الحضانه دي ولد قبل كده؟ لا يا فندم خالص نهائي، دي حاله اول حاله تحصل من نوعها سامع ومحصلتش يا قبل استاذ كده جرجس؟ بيقول مفيش حد اتحرق قبل كده في يا الحضانة. فندم. محضر النيابة موجود معايا باعتراف رسمي منهم هم في المستشفى، طقم التمريض والدكتور اللي حرق الطفل، طقم هم اللي معترفين في محضر النيابة ان في حالة هاتولنا زي كده صورة حصلت الولد. قبل كده، بس ما حصلش حالة وفاة. يعني الولد ما ماتش. ما ماتش، تم حرقه برضه بنفس الطريقة بس ربنا نجاه، هو ما ماتش. وهو مش المفروض بيتحرق يعني تدريجي؟ يعني سابوه لغاية ما اتحرق وجلده اتشال ليه؟ يا فندم يعني كان فين الممرضات طيب؟ الممرضة اللي بتتكلم بتقول أنا معايا 6 حالات تانيين، فال6 حالات تانيين دولت لما أنت عارفة إن كبسولة لسه راجعة من الصيانة وحرقة طفل قبل كده، وعارفة إن كبسولة فيها مشاكل، أنا أشوف ال6 حالات التانيين وبعد كده لا أرجع انا له عايزه وهو بس واقف قدام اسال الكبسولة. الدكتور، هو عشان يوصل ان جلده يتشال كده يعني دي نسبه حروق جامده جدا، كان فين الممرضه وهي اكيد حاسه ان الولد بيتحرق؟ يا اكيد فندم شايفه. اللي خلى الدكتور النبطشي اللي هو المفروض الدكتور مسؤول عن معانا يا الاطفال دي جماعه؟ كلها مش موجود مع طب حضرتك ممكن يا استاذ. ممكن استاذ جرجس بس تقفله صوته ثانيه؟ حضرتك مش الحروق دي بتحصل تدريجي؟ يعني المفروض ان الممرضه تلاحظ ان الولد بيتحرق ولا؟ حضرتك سامعاني يا استاذه؟ ايوه استاذه انا ريان فاهم حضرتك سامعني، بقول لحضرتك انا سامع مش حضرتك. الولد بياخد وقت عشان يتحرق لدرجه ان يتشال جلده كده؟ هو طبعا ما كانش لما طلع من الكبسوله واكتشفوا الموضوع ما كانش جلده محروق، هو طبعا لما طلعوه ده اللي جه في التقرير طبعا الطبي اللي اتعمل من اللجنه اللي شكلت، ان الطفل لما طلعه كان فيه توقف في التنفس والقلب بتاعه، حاولوا يعملوا له CPR، وطبعا زي ما هي حضرتك عارفه بكامل حضانه يا دكتور؟ الحضانه ولا الكبسوله ولا الجهاز ده؟ الكبسوله اللي زي دي بكام؟ الكبسوله اللي زي دي زي ما قلت لحضرتك ده تصنيع محلي ما بتبقاش غالي قوي، بكام يعني؟ يعني تقريبا فوق 10,000 11,000 يعني 12,000 حاجه كده. حضرتك لو كنت رميتها خالص وجبت كبسوله جديده ب 10,000 جنيه كان في فلوس في المستشفى؟ احنا ما بنشتريش يا استاذه، احنا ما بنشتريش دي، احنا الاجهزه دي بتورد الينا من الوزاره، يعني لو كتبت احنا ما للوزاره بنشتريش. وقلت لها ما ان هو في، ما هو ما حصلش اي حوادث منها قبل كده. ليه؟ ما هم بيقولوا هم ان بشهاده المستشفى وبشهاده الممرضات وبشهاده الاطباء يا ان فندم في ناس قبل كده. ما فيش اي حوادث حصلت منها ده قبل بيقول كده ستة، خالص. ده بيقول شهاده في النيابه ان 6 حالات قبل كده. لا 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 هذا كلام مش مظبوط، وما فيش اي حالات حصل لها اي مشكله
نتيجه وجود هي الكبسوله لما ما حضرتك بتقول الكبسوله كانت بايظه وانا رجعتها، حضرتك اكتشفت انها بايظه ازاي؟ انا عندي لجنه اسمها، عندي اداره اسمها اداره صيانه الاجهزه. اداره صيانه الاجهزه دول بيعملوا لا بس اكيد حضرتك اكتشفت ان بيجوا يعملوا معاينه كده من غير ما يبقى في حد بيعملوا معايره، بيعملوا معايره للاجهزه بصوره دوريه، فاكتشفوا ان في عطل في الكبسوله. على هذا الاساس تم ابلاغ الشركه، تم ابلاغ الشركه بصوره رسميه بتلغرافات رسميه، وجت الشركه خدت الجهاز، خدته عندها يعني، خدته في مقر الشركه وتم الاصلاح ورجعوه بعد يومين. يا حضرتك يعني حضرتك في الاخر شايف ان هناك خطا يقع على المستشفى ولا لا؟ اكيد في خطا، اكيد في خطا، علشان كده الموضوع قيد التحقيق في النيابه. يا حضرتك حضرتك زعلان ان ده حصل عشان بس الاب يهدى شويه. على فكره وحضرتك مقدر ان في روح راحت انا اصلا مدير مستشفى ومتخصص في اطفال المبتسرين، انا اصلا اخصائي اطفال حتى نص، فده شغلي اصلا يعني، ده شغلي، كلنا متاثرين يعني. حضرتك شايف ان اللي حصل ده كارثه زينا بالظبط؟ طبعا طبعا، عشان بس استاذ جرجس يفهم ان احنا مش بنقلل من الحكايه او بنقول لا خالص خالص، وهو شايف بنفسه ان احنا معاه مش ضده، احنا وزنه مش اجنس خالص، احنا مع البيبي، مع اهل البيبي، مش مع الدكاتره ولا مع التمريض ولا مع اي حد، احنا عايزين المقصر. بس يا فندم من فضلك انا بترجى حياتك رجاء خاص كأم مش كحاجة، لما يبقى في جهاز بايظ ليه علاقة بأرواح الناس ما ينفعش يتحط تاني ولا يرجع تاني. احنا خلينا نقولها خلينا نقول حضرتك بطريقة تانية، خلينا نقول ان مثل هذه الأجهزة لازم تخضع لنوع معين من الرقابة وشهادات أمان وشهادات ضمان معينة. لا ولا لو باظت استعملها تاني خلاص، تترمي ايه 10,000 جنيه يعني؟ ده روح ما الانسان يا يعني استاذه. طبعا ده في الوزاره، وزاره الصحه وشغلنا، ما ينفعش ان احنا نرمي اجهزه، احنا الاجهزه ليها قوانين معينه. ما اللي موت الناس يا دكتور عمرو يا ما يا استاذه، احنا ما انا قلت لحضرتك لم صح، ما حصلتش اي حوادث اي حصل قبل كده اي حصل خلاص. ما هو انا بقول انا اول قرار خدته بعد الحادث ده ان انا الكبسولتين دول حبستهم في مكتب من المكاتب عندي، وتم ايقاف الشغل بيهم تماما لغايه لما ينتهي التحقيق طبعا. اولا انا بشكر حضرتك لظهورك معانا على الهواء للرد، ده اكبر دليل على ان حضرتك شايف ان الناس دي ليها حق، فانا بشكرك طبعاً جدا. طبعا طبعا ثانيا بشكرك على انك مقدر انها كارثه وانها حاجه ما كانتش المفروض تحصل، واني سالتك قلت لك في خطا بيقع على المستشفى قلت لي ايوه، فده يعني دي حاجه مهمه جدا. استاذ جرجس انا بطلب منك طلب رهيب، هو فين استاذ جرجس؟ انا بطلب منك طلب شخصي، من فضلك ما تسيبش حقك، لان ابني كان ممكن، انا واحده لسه والده دلوقتي، كان ممكن ابني يتحط في حضانه صح او السفره دي. انا كل ولادي قبل كده كانوا بيعانوا من السفره، اي حد، اختي، بنت عمي، بنت عمتي، لازم الناس دي تتعاقب، لازم، عشان ما فيش بيبي تاني يحصل له كده. يقول لك الوزاره ما بترميش حاجه، الوزاره ما بترميش حاجه بس تموت الناس، اكيد لا يا فندم. تتحرق أنا الاجهزه محروق. ابني متوفي من يوم 30/11 لحد دلوقتي. لا مش متوفي، هاتولي الصوره. هو مش متوفي، هو ان بيبي، مجرد ان البروسيدير بتاعت ان بيبي يتحرق، يعني بيبي على قيد الحياه يبقى عايش، لما بنقص له ضوافره وبنحط له حاجه في ايديه عشان ما يخربش نفسه، عشان ما يتوجعش، بنحط له ناموسيه عشان الناموسه ما تقرصوش، عشان مش هينفع يهش الناموسه، ان بيبي يقعد يتحرق وهو مش قادر يقول اي. طب هو لما كان بيتحرق ما كانش بيعيط؟ ما انا لسه بقول يا فندم. لما كان بيتحرق ما كانش بيعيط، فين الممرضه؟ عشان النهارده الصبح انا كنت في القصر عيني، في الممرضات بيقولوا لي انت كرهانه ليه؟ كرهاكوا عشان ما عندكوش ضمير، كرهاكوا عشان انتوا ما بتشوفوش شغلكوا، كرهاكوا عشان انتوا مش عارفين حجم المسؤوليه اللي بتقع عليكوا. يعني انتوا ناس حاطين ارواح ناس في ايديكوا ومش فاهمين كده، قاعدين تردحوا في الكوريدورات بتاعت المستشفيات وتاكلوا فول وطعميه على جنب وتكلموا في التليفونات والموبايل وتلعبوا على مش عارفه ايه، هو ده اللي انتوا بتعملوه. في منكم يتشالوا على الراس من فوق، الناس القديمه اللي بنروح نلاقيها ستات كبار وبتاع، ومنكم ناس قليله قوي بتشوف شغلها، قليله جدا. الولد ده وهو بيصرخ وبيعيط وهو بيتحرق، كنتوا فين؟ كنتوا فين؟ سامحتي نفسك ازاي يا اللي انت المفروض قاعده على الاجهزه دي، وروحتي نمتي ازاي والولد ده بيتحرق؟ الممرضه لازم تتحبس اللي كانت موجوده، مدير الدور لازم يتحبس، المشرف لازم يتحبس، كل الناس دي لازم تتحبس.
يا استاذه ريهام، بعد اذن حضرتك اتفضل يا استاذ جيرس. عايز اقول لحضرتك بس ملحوظه، ان الدكتور ماجد لما خرج لنا من الحضانه من جوه كان قاعد على الكرسي بتاعه اللي هو بتاع المكتب، وجاي بيتزحلق بالكرسي، مش حتى مش ماشيين على رجليه من كتر الاهمال، ومن كتر ان هم ازاي ما بيعرفوش يعني يعتنوا بالناس. جاي يعني عايز اقول لحضرتك بمنظر رخم بشع، بس انا عشان خاطر مرض ابني. طب أنا ممكن يعني نحط ايدينا في ايدين بعض انا وانت نرجع حق الولد ده؟ يعني يا تقولي فندم يا ريت تكلمنا يا ريت كده يا ريت. كل شويه تقول لنا حصل ايه في الموضوع ده، عشان احنا هنفضل وراه، لان ده حقي وحقك وحقنا وحقك يعني. ده يا فندم ممكن انا طب اكلم طالب امه عشان هي ابني. عايزه تقول لي حاجه، وانت قاعد هي اتفضل عايزه يا تقول فندم. حاجه. اديها التليفون. ازيك يا استاذه ريهام؟ بقاء لله يا حبيبتي، ربنا معاكي. حياتك يا ربنا يخليك يا استاذه. بص حضرتك، الولد كان كشف عند 4 دكاترة، ما فيش اي حاجه عنده. انا حتى لو كان عنده يتحرق. افهميني حضرتك، ايه دخل ده في ده؟ انا رحت عملت له التحليل، لقيت على الدرجه 18، خدته ورحت على الحضانه، لقيت الدكتور ماجد خارج لي بالكرسي، بقول له يا دكتور التحليل انا عملته للولد طلع 18، خرج لي بالكرسي وقاعد بيتكلم، بص يا مدام هي 18 يعني كويسه، يعني هيخف يومين ثلاثه ويخف. ده هو طب عايز يا اقول لك دكتور لو ما كنتيش حضرتك، حطيتيه في جهاز كانت هتنزل لوحدها. قلت له يا دكتور يعني حضرتك الحضانه موجوده فاضيه؟ قال لي في حضانتين، واحد طالع من النساء تحت، وابنكم الحمد لله في حضانتين. ما قاليش كبسوله يا استاذه ريهام، لو قال لي كبسوله هاخده هوديه في اي حضانه ثانيه هتصرف. قلت له يا دكتور يعني متاكد ان في حضانه؟ قال لي في حضانه. قلت له تمام، الحالة خطيرة؟ قال لي لا، اعمل له تحليل دم. خدت التحليل ورحنا حللناه في نفس اليوم، قال له كرات الدم زي الفل، الولد زي الفل. حياتي 18 مش كتير، ده بيوصل 20 و22. مش كتير حضرتك. بقى ايه اللي حصل؟ الممرضة خرجت تستجوبني، مامته بيضة، مامته معاها شهادة، طب مامته متعلمة. قلت لها كل ده تخصصه ايه؟ انا لما رحت المستشفى الصبح هم موتوه، قتلوه يا استاذة ريهام. ها؟ ما قالولناش الساعة 2 بالليل ان هم قتلوه، يعني هو رايح الولد الساعة 8:30 مستلمينه، ما اتحطش في الحضانة لحد الساعة 1 بالليل. ما اتحطش في حضانة ولا في كبسولة لحد الساعة 1 بالليل. لا طب كان فين في ده كله والجو ساقع؟ طيب حضرتك خدتيه واستلمتيه، طب ما حطيتهوش ليه في الحضانة؟ ما فيش مكان في الوقت الحالي، قول له خذيه وديه مستشفى تاني. الدكتور ماجد استنى للصبح، طبعا كان المدير المكرم اللي كان بيتكلم دلوقتي اللي عنده اولاد، ولو كان ابنه دوت ما كانش سامح بالمخزله ديت. خارج الصبح بقول له انا عايزه المدير يخرج يشوف لي، يقول لي الولد دوت اتوفى ازاي واتحرق ازاي، يقول لي يتفاجئ ويقول لي انا ما شفتش الولد هو اتحرق فعلا. يعني يا استاذه ريهام كان بيتفاجئوا كلهم، اتنين مديرين خارجين وعاملين نفسهم متفاجئين قدامنا. اطلع للدكتور يجيب لي الاشعه بتاعت ولد اسمه عبد الرحمن، يقول لي ده عنده مش عارف ايه في المخ. طب ايه اللي حرقه يا دكتور؟ ايه اللي حرقه؟ عنده حاجه في المخ، عنده حاجه في قلبه، عنده تشنج، عنده اي حاجه بتخترعها. ايه اللي خلى الولد يتحرق؟ بصي في الجنه ان شاء الله وربنا. انا عايزه حضرتك تقفي جنبنا وتساعدينا يا استاذه ريهام. انا مش هقف جنبك عشان حاجه، عشان ده حقنا. انا بقول لك انا بشكرك. انا طلعت الحضانه يا استاذه ريهام عشان اشوفها، لقيت كبسوله مش حضانه، ولقيت مهندس من عندهم، دكتور من عندهم بيصلحها قبل ما النيابه ما تيجي. انا قلت له فين الحضانه اللي كان فيها ابننا؟ مش قال لي ابن ابنك كان في كبسوله مش في حضانه. قلت له ازاي؟ انت قايل لي في حضانه. قال لي احنا بنصلحها اهي. يعني ايه بنصلحها؟ يعني كانت بايظه. اصعب حاجه في الدنيا ان انت تقعدي 9 شهور ابنك بيتحرك في بطنك وكويس، واول ما يجي ويبقى بين ايديكي في الحياه يروح منك بالطريقه دي، عشان ممرضه. انا بشكرك جدا عشان ممرضه. اقول ايه لو قلت حيوانه هتتضايقوا وتقولوا قلت ادبيها، او اقول ايه؟ طيب اقول ايه؟ ده الحيوانات بيخافوا على البيبيهات ويقعدوا يلحسوا فيهم وينظفوهم ويجيبوهم ويحموهم. نقول ايه يعني؟ لا يموتوا البني ادمين بصله. تفضلوا متابعين من فضلكم مع استاذ جرجس عشان نشوف هيحصل ايه عند ست نائب العام، وهيحصل ايه، لان اكيد هيبقى في عقاب. اكيد مش ممكن، مش معقول، مش ممكن حد بني ادم بيشتغل في اي حته هيرضى على اللي حصل ده. هتقولي قضاء وقدر؟ لا مش قضاء وقدر. لما يكون جهاز كان بايظ قبل كده
وانا حطيته وحطيت فيه بيبي لاول مره، لا ده مش قضاء وقدر. اجرب في البيبي؟ ما ينفعش، ما ينفعش. تعالوا نروح لفاصل. قد ايه انا ليه بقول لكم البيبي وهو بيتحرق دي حاجه صعبه قوي. انا عايزه نروح لفاصل دلوقتي واوريكم تقرير ان واحد متضايق من واحد فرمى عليه ميه نار، خلاص بقى عادي كده. ما يعني ما عنديش تعليق الحقيقه. تعالوا نروح نشوف.